متتبعي قناة شوف تيفي، اهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة تطوان، بالضبط من كورنيش جبل درسة. شوفوا معنا الاجواء متتبعينا كيفاش دايره الامور والاجواء الليليه هنا في الكورنيش ديال حي جبل درسة. طبعا اللي جا هو واحد المرتفع في حي جبل درسة الشعبي طبعا، وهذا كان هنا كتبان تطوان كلها. متتبعينا شوفوا معنا الاجواء الليليه هنا كما قلت، تحية لكل سكان تطوان وحي جبل درسة على وجه الخصوص في منطقة اللي كدير منطقة البربولين. حنا أمام مدرسة أحمد البقال، كتشوفوا معنا الأجواء الليلية هنا متتبعينا. نتمنى تقضي معنا أوقات جميلة. طبعا كاين انخفاض درجة الحرارة في تطوان، خاصة هنا في هذا المرتفع في هذا المرتفع متتبعينا. كتبان تطوان واحد المنظر بانوراميكي، يا سلام هنا كتبان تطوان ومرتيل. نتمنى تقضي معنا اوقات جميله متتبعينا. نزول عند رغبه مجموعه ديال المتتبعين ديالنا اللي دائما تيقولوا لنا خصكم تطلعوا لحي جبل درسة. طبعا عفوا حنا وصلنا لهاد سميره، اهلا وسهلا، حنا وصلنا لهاد الكورنيش متتبعينا ديال حي جبل درسة. ثم كتشوفوا الاجواء، نتمنى تقضي معنا اوقات جميله في هاد الدردشه الليليه عبر شوارع المدينه. وامامكم الكليراج بوبليك اسماء، اهلا وسهلا اسماء، كيداير الاجواء في برشلونه؟ طبعا تحفتينا في المباشر اللي كنت عامله انت احتفالات في وسط مطر، اعتقد ياك منطقه مطر. اذا كما قلت متتبعين، حنا في لازون ديال جبل درسة، وامامكم فين ديك الكليراج بوبليك، هذا هو الحزام الاخضر اللي الحزام الاخضر اللي تم فتح الطريق فيه مؤخرا، اللي كتربط من مدخل ديال طريق مضيق، يمكن لك تدخل لحظة واحد المركب تجاري لدى عندك الأسماء طبعا الأسماء التجارية. إذا في هذا الاتجاه غادي نمشيو على الهبطة ديال المقبرة الإسلامية والمقبرة اليهودية اللي جاو قدام بعضياتهم. كنعتذر للمتتبعين حيت كاين البرد، ضربني الريح شي شوية والبرد. سي محمد اليونسي أهلا وسهلا، كي دايرة وزان؟ سي محمد اليونسي من وزان. اذا متتبعينا كما كتشوفوا حنا في كورنيش ديال جبل درسة على مقربة بوينوس نوتشيس. بوينوس نوتشيس اسم الحرق. اذا كما قلت الحومه ديالي علاء الدين المنصوري من اسبانيا، اعتقد سي علاء الدين مرحبا، شنو مدينه في اسبانيا اذا كنت في اسبانيا اخي؟ اذا الله يبارك فيك لاله اسماء. اذا كما قلت حنا في اتجاه حي الطفالين، اعتقد غادي نخرجوا في الطفالين مع جمع ديال الافلال، وهذه الهبطه ديال المقبره الاسلاميه واليهوديه كذلك. نتمنى تقضي معنا اوقات جميله في هذه الهبطه، عفوا في هذه الجوله الليليه متتبعينا. السور ديال المقبره اليهوديه هو هذا اللي امامكم متتبعينا، وغادي نوصلوا مع المقبره الاسلاميه ديال تطوان. اذا كما قلت جمال تحياتي، الله يبارك فيك، مبارك اهلا وسهلا. عبد السلام مرحبا، صفا فتحة اهلا وسهلا، لا فتحة فتحي عفوا معذرة فتحي. اذا كما قلت متتبعينا امامكم تطوان، كتبان المناظر ديال تطوان بانوراميك ديال تطوان، وحنا على مقربة كذلك من المقبرة الاسلامية ديال تطوان، وغادي نخرجوا في حي الطفال. اذا الصور اللي امامكم وهذا ديال المقبرة الاسلامية، وعلى اليسار المقبرة اليهودية. سي ماتارو، ماتارو اوكي. اذا كان احتفالات انشطه جميله في ماتارو، كنا تبعنا اللايف مباشر ديال لاله اسماء من برشلونه وبالضبط من منطقه ماتارو. متابعين الان حنا على مقربه من حي الطفالين في اتجاه جمع افلال ثم شارع الجيش الملكي، وصولا الى السكنه والتعمير ثم التقنيه. نتمنى تقضي معنا اوقات جميله في هذه الجوله الليليه هنا من انطلاقا من حي جبل درسة كما قلت. فتحي السلام، الله يبارك فيك، تطوان يا تطوان مرحبا. طريق السلام اخويا، الله يبارك فيك. ايوب سلام، سي ايوب. اذا حنا في الطفالين بالضبط، هذه حي منطقه ديال الطفالين متتبعينا. غادي نمشيو في اتجاه، نمشيو في اتجاه جامعه ديال الافلال. توليدو، توليدو اوكي خويا، كاين معاك سلام. تحية الناس ديال طوليدو، تحية علاء الدين طوليدو، علاء الدين المنصوري مرحبا. إذا متتبعينا كما كتشوفوا حنا وصلنا معكم للطويلة، الطلعة ديال الطويلة حي الطويلة، وغادي نمشيو في اتجاه على اليمين كاين زيانة اللي كتخرج على مستوى باب العقلة، وعلى اليسار الطلعة اللي كتطلع
الدار ديال الخليفه وكذا، هناك الدين جماعه الافلال الطويله كذلك. سلام، زرنا في وادلاو. مرحبا سي محمد، تحيه الناس ديال وادلاو. طبعا كنزور وادلاو المدينه الشاطئيه الجميله. تحيه سي محمد من وادلاو. طبعا تذكيرنا منطقه وادلاو او شاطئ وادلاو من الشواطئ في الاقليم او في الجهه التي تحصل على اللواء الازرق نظرا لجوده وسلامه جوده المياه ديال الشاطئ بحر ديال وادي لاو. اذا الان حنا في مسجد مدار ديال مسجد جامعه الافيلال في اتجاه الاكاديميه ديال التعليم، ثم مداره الرتاحه. نقضي معنا اوقات جميله متابعينا في هذا البث المباشر الليله، وتنتمنى لكم التوفيق والنجاح في مساركم. والله توحشت الطفالين. مرحبا اخي، مشهد رائع على عكس المشهد عندنا. مرحبا. طبعا حنا هذا هو سي يونسي. اهلا وسهلا، كي دايره وزان؟ كاين شي بروده؟ كاين شنو الجديد سي يونسي ديال الملف ديال داك التلميذه؟ اذا عندك شي معطيات مرحبا. اذا كان سي يونسي كاين شي معطيات خاصه ولا كذا يمكنك ترسلها لي في الواتساب. اذا على العموم متابعينا في المداره ديال الرتاحه، في المدار ديال الرتاحه مشغولين ومازال عندهم راس العام. اوكي اوكي. سلام خويا، زرنا في كويلما فاطمه بن جانيف. بن جانيف اوكي، كنوعدوكم غادي نزورو كويلما. وسبقنا زرنا كويلما طبعا، دخلنا حتى للسوق فين كويلما فين المسجد. حي كويلما العمران. مرحبا ريفي. مرحبا محمد. مرحبا العمره، مساء الخير. اذا متابعينا كما كتشوفوا حنا في شارع الجيش الملكي، غادي نمشيو في اتجاه مسجد بدر اللي دوزنا منه اصلا القبيله، وغادي نرجعوا للمسجد بدر في اتجاه ديال السكنه والتعبير. كما كتشوفوا الاجواء كيفاش دايره هنا في تطوان في شارع الجيش الملكي. كما كنقول كالعاده كاين انخفاض درجات. تحيه سي ميمون من الفنيدق، سلم لي على ساكنة في حي الإشارة. مرحبا سي عزيز، تحية لالا ساكنة في حي الإشارة، مبلغ من طرف سي عزيز. سميرات نميرو واتساب. اوكي نميرو واتساب، دخل عليا في الخاص لالا سميرة أحمد موطاكيف، ام او يو ا تي ا ك او اف، أحمد موطاكيف لالا سميرة في الميسنجر. أحمد موطاكيف ام او يو ا تي ا ك او اف. مرحبا، لان ما كنزلوش التليفون في المباشر لتفادي لعده اشياء انت عارفها، يمكنش نزلو الهاتف. شكرا محشين الطفالي، مرحبا اهلا وسهلا. اذا متابعينا مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من تطوان. طرقنا معكم شارع من كورنيش جبل درسه، وصلنا معكم مجموعه ديال الاحياء، وغادي ندوزو الان على السكنه والتعمير. نتمنى تقضي معنا اوقات جميله كما قلت في هذه الدردشه الليليه. مساء الخير، مساء النور. تارودانت في انتظاركم، تحيه الناس ديال تارودانت. عزيز اهلا وسهلا سي عزيز. اذا كما كتشوفوا متابعينا حنا مشينا في اتجاه ديال السكنه والتعمير على مقربه كذلك من مسجد بدر، على مقربه من مسجد بدر. نتمنى تخدموا معنا اوقات جميله في هذه الجوله الليليه، وتشوفوا الاجواء كيفاش دايره هنا في تطوان. اجي عندنا طابولة بشرى، تحية لبشرى الحبيب من طابولة. طبعا طابولة دوس منا مرة واحدة، كنوعدك ان شاء ربنا غدا او لا ممكن في المرهد المباشر، شكون مازال سهران معنا الليلة ممكن نوصل لطابولة لالا بشرى اذا كنتي مازال في يعني في حدود ديك العشرة ونص تقريبا العشرة. مرحبا، فين وصلوا؟ حنا في السكنه والتعمير لالا اسماء على مقربه من مسجد بدر. مسجد بدر في السكنه والتعمير متتبعين. اذا كما كتشوفوا معنا في هذا البث المباشر حنا في السكنه والتعمير، هذا هو المسجد ديال بدر، وهذا معروف طبعا في السكنه والتعمير. نتمنى تقضي معنا اوقات جميله. ام اسامه مرحبا، الدنيا كتصفر 8. طبعا طبعا تطوان من المدن اللي كتخوى بكري، اكيد اكيد ان تطوان من المدن اللي كتخوى بكري متابعينا. اذا حنا في سكنه التعمير، غادي نمشيو في هذا الاتجاه هذا باش نخرجوا على شارع كابول. تحيه للناس ديال شارع كابول في مدينه تطوان.
الشارع كامل اللي تيؤدي الى ثانيه الرمل. هذه هي الشبيبه، الملعب ديال الشبيبه هو الرياضه اللي كينسكنها التعمير على اليمين. دانا متبعينا غادي نمشيو في شارع كابول، مرحبا في اتجاه احمد، اهلا وسهلا مرحبا اخي، انت في اي بلد؟ نحن في تطوان شمال المغرب، تطوان شمال المغرب سيدي احمد. طبعا في هذه الجوله الليليه احنا الان في الحومه ديال التقنيه في اتجاه شارع كابول. اذا متابعينا نتمنى تكونوا قضيتوا معنا اوقات جميله في هذا البث المباشر. الى هنا الى اللقاء، انتظرونا بعد قليل في شكون مازال سهران معنا الليله. الى اللقاء.